أنا الطالب تركي مهند دلامي من إدارة تعليم الأحساء في مجال الهندسة البيئية. مشروع عبارة عن تطوير مادة محفزة قادرة على التقاط غاز الميثان الضار من الجو وتحويله إلى غاز الهيدروجين بحيث سيساهم في تخفيض الضرر الناتج عن احتباس الهلال. شعوري لا يوصف، بحيث 8 أشهر من التعب والجهد في تطوير البحث الخاص بنا تم اختياري ضمن 35 طالب لتمثيل المملكة، واللي هو حلم أي طالب سعودي لينافس آلاف الطلاب من جميع المجالات ومن جميع الدول. في الحقيقة أنا أطمح أن البحث حقي يتطور بشكل أكبر بحيث يتم تطبيقه في المصادر الرئيسية الخاصة بالميثان، بحيث هذا الشيء يساهم في تحقيق المستهدفات العالمية خلال 100 سنة القادمة، خلال 20 سنة. فهذا الشيء صراحة اللي يدفعني بشدة لتطوير البحث حقي بشكل كبير. الحقيقة ماني بعرف كيف أوصل لكم شعور الامتنان اللي حابة أوصله لجميع من شاركوني في هذه الرحلة لمدة 8 أشهر، ابتداء من والدي أخواني اللي دعموني في كل الرحلات في الأوقات الصعبة في هذا البحث، وأشكر أيضا موهبة وإدارة تعليم الأحساء، كنتم سبب في هذه الرحلة العظيمة وفي هذه النجاحات، وإن شاء الله نكون قادرين على رد لكم الشكر والامتنان للأشياء والفضل اللي كان لكم علينا. الله يعطيكم.